حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بالصعود إلى ربع نهائي كأس العالم على حساب المنتخب الإسباني بكل نجومه وتشكيلته التي حققت انتصارات ساحقة خلال الفترة الأخيرة. المغرب صعدت إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ العرب، لكن هذا حدث رغم مؤامرة إسبانية كانت تسير بشكل ناجح، إلا أن أسود أطلس كان لهم رأي آخر. المنتخب المغربي حقق إنجازاً تاريخياً بالصعود العربي الأول لربع نهائي بطولة كأس العالم، وهو كذلك الصعود الرابع في تاريخ مشاركات منتخبات إفريقيا في البطولة الغالية. قدم المنتخب المغربي أوراق اعتماده في هذه النسخة من المونديال مبكراً بعد التعادل في المباراة الأولى أمام وصيف النسخة الماضية من كأس العالم المنتخب الكرواتي. وفي الجولة الثانية من دور المجموعات حقق منتخب المغرب انتصاراً مستحقاً على نظيره البلجيكي وصيف التصنيف العالمي الأخير في الفيفا قبل أن يكرر انتصاره أمام كندا في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العالم. في الجانب الآخر بدأ المنتخب الإسباني رحلته بانتصار عريض بسباعية أمام كوستاريكا قبل أن يتعادل أمام المنتخب الألماني، لكن مباراة الجولة الأخيرة أمام المنتخب الياباني كانت محل شكوك كبيرة. ظن الجميع أن المنتخب الإسباني سيفوز على اليابان بسهولة، لكن الجميع تفاجأ بخسارة الماتادور أمام الساموراي، لتحوم الشكوك بشأن تعمد إسبانيا الخسارة في هذه المباراة لتفادي الصدام مع المنتخب الكرواتي في ثمن النهائي. نجحت مؤامرة الإسبان ظنا منهم أن المنتخب المغربي سيكون خصما سهلا، وهو ما ظهر في العديد من التصريحات من الجانب الإسباني الذي بدا وكأنه لم يكن مستعدا للمغرب التي واجهته في ثمن نهائي المونديال. لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني عقب الهزيمة من المغرب قال إنهم تدربوا على 1000 ركلة جزاء، بينما أشار إلى إعجابه باللاعب رقم 8 في صفوف أسود أطلس في إشارة إلى عز الدين أوناحي. إشارة إنريكي لأوناحي برقمه يظهر أنه لم يتعرف على لاعب المغرب بشكل جيد قبل المباراة، وهو ما يؤكد المؤامرة الإسبانية بتعمد خسارة المباراة الأخيرة في المجموعات أمام اليابان لمواجهة أسود أطلس باعتبارهم الخصم الأسهل. ما حدث في الواقع أن المغاربة أحرجوا إسبانيا بشكل واضح وقدموا مباراة للتاريخ، فيما نجح وليد الكراكي المدير الفني لأسود أطلس في قراءة مفاتيح لاعب المنتخب الإسباني بعكس ما فعله إنريكي. المدير الفني للمنتخب الإسباني دفع ثمن التهاون في دور لا تعادل فيه في بطولة هي الأغلى على الإطلاق، كما دفع ثمن التعالي وعدم استدعاء أحد الحراس الكبار في أوروبا ديفيد ديخيا أو كيبا. المؤامرات في كرة القدم قد تنجح أحياناً، ولكن دائماً ستكون النهاية والجائزة الكبرى لمن يستحق. أما المؤامرات فمصيرها خروج من الباب الصغير.